السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا. تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد، وشكرا اللي بدعمني. نتفرج على جو دلوقتي غاية في الجمال، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إزيكم يا أحلى متابعين؟ صباح الفل، صباح الفل، صباح العسل، صباح الجمال، صباح البحر الأحمر. حبيت أوريكم مكان تاني فظيع برضو، فيلا على البحر. بتطلع على البحر مباشرة. سمعين صوت البحر؟ سبحان الله، غير الأحوال. يعني أول امبارح الجو كان نار، وامبارح كان هوا وساعة، النهاردة برضو الجو نار. شرم الشيخ جوها بصراحة تحفة، يوم حر يوم ساعة، بس معظم الأيام حر. اللي هناك دي جزيرة تيران وصنافير على قوات حفظ السلام. شوف الفيو بتاع الفيلا كويس ازاي، جميل. سلم بينزل على البحر على طول. نخش نشوف الجنينة حوالين الفيلا. شجر محاوط الفيلا من كل الاتجاهات. طبعا كل فيلا من دي مختصة بنفسها، اللي يفصل بينهم الزرع ده، ده اللي يفصل بينهم، لا سور عالية ولا أي حاجة خالص، أصلا محدش بيخش عند التاني، كل فيلا مستقلة بنفسها. ودي جنينة بتاعت الفيلا من ورا. اتفضلوا برتقال. طبعا مش كل الفيلا بتزرع البرتقال ده، تمام، يعني حسب الطلب. صاحبي فيلا لو عاوز يزرع برتقال بيطلب من الزراعة ان يزرع برتقال. طبعا البرتقال ده مش زي البرتقال بتاعنا، ده برتقال سكر عالي شوية. الارض دي ارض حلوة في الزراعة، وبتاخد سماد رباني
وده شجرة رمان، بس لسه صغير. هنا عندنا شجر بلح في الفندق هنا، يعني البلح هنا بيتقطف وبيتاكل قبل ال يعني ممكن قبل، هقول لك يعني قبل مصر بكتير، يعني ناكل هنا بلح بعد بس 5 شهور يكون البلح طلع في مصر. والبلح هنا طعمه جميل جدا جدا جدا، محطوش عليه مواد كيماوية ولا حاجة، بينزل من الشجر على الأكل على طول كأنك بتاكل عسل. يا سلام القعدة هنا في المسا، يا سلام. حاطين، شوف حتى الأجانب حتى يعني خدوا الاختراع ده من المصريين. فكرونا زمان لما كنا قاعدين الناس في البلد عندنا قبل المسلحات وبتاع، كان أي حد عنده شجرة في البيت أو عرق خشب في السقف يربط عليه حبل زيادة ويمرجح ابنه فيه. هما خدوا بقى الفكرة دي مننا، حبل في شجرة ومرجحة صغيرة للأطفال. منظر البحر الجميل في الصبحية، سامعين صوت الموج؟ جميل البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر المتوسط. طبعا دي اختلف عن بحر اسكندرية، بحر اسكندرية أمواج عالية، إنما دي أكاد مفيش أمواج خالص. سوقكم مع المنظر الجميل ده شوية. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. شفتوا الجمال بتاع ربنا؟ والله يا رب ربنا مدينا حاجات سبحان الله، إن ابن آدم مش حاسس بالنعمة اللي في دي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. القعدة هنا تساوي الدنيا والله باللي فيها.
اللي عاوز يستجم بقى يجي شرم الشيخ. شرم الشيخ للسياح بس، سواء مصريين سواء أجانب، إنما اللي شغالين فيها للأسف ملهمش سياحة هنا، هو كله شغل شغل شغل، مش وربنا يقوينا إن شاء الله. وإن شاء الله كل مرة حتة هوريكم حاجات فيها. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله وأمنه.